احنا خلينا نشاهد هذا المقطع بعد ذلك. تعذبوا حالها كلش حلو جدا وطيب الامور تصير الى هنا وتنتهي عشرتكم المحلوه. ما اريد بعد ابد ابد كل من طلع ما يسوى. الى هنا وتنتهي عشرتكم المحلوه. ما رد بعد ابد ابد كل من طلع ما يسوى. والعافني هو الخسر فضل علي سوى. والفوق فوق يضل ترى الجو. استمعنا لهذا المقطع. اريد اعرف تعقيبك حتى بعدين اسئله. ماشي. يعني اولا قبل عفوا عذرا قاطعك يعني اريد تقول لي الزمان والمكان وين هذا المكان وشنو. ماشي هو راح اوضح لك يا انا اوضح للمشاهدين لانه هو يعني كلش تاذيت منها من سبب هذا المقطع. نعم كلش هذا يعني المقطع هو خصها. نعم تمام. يعني كلش تاذيت هواي عالم هواي عالم تسائل. فانا مرات اكو عالم يعني اشوفونها تسبوا وتغلطوا هاي انا ما ارد عليهم. يعني هو من حقه ينتقدني. احنا خل نتكلم على هذا المقطع. هو راح اخليه اقول لك الناس تقول وانت راح شو تقول للناس لان انا وظيفتي اليوم هذا حقيقه وظيفتنا اليوم احنا يعني عذرا احنا نقيم صح العمل صح. الان حتى ربما انا اضع يوم من الايام اضع بمكانك ويجي شخص ويقول لي انت خطأت فلان يوم تكلمت هذه الكلمه وقريت هو خطا خاصه واحنا نخطا. اليوم خلينا نتكلم عن هذا وين وشلون وهذا هذا المقطع. يعني راح تصير له سنه هون. تمام مقطع صار له سنه. اولا بحنا مع صديقي طبعا يعني المعلوم هو انا قريت الكلام انت هسه اذا تسمع الكلام هو صح الاغنيه معروفه انا ما انكر هذا الشيء لان هو الكلام بس انت اذا تسمع الكلام هو مو كلام غزل يعني انت سمع كلام صديق وهذا عايفه وهذا وهكذا. المهم الكلام انا يعني صديقي شو ما نقول جبرني انه اقرا. انا ما متوقع انا بذاك الوقت قبل منشد العراق انا كنت ما معروف اعلاميا يعني انا كنت اريد بكل صوره اوصل. بنفس الوقت انا وضحت بدايه الحلقه قلت لك انه انا ما عندي اي عمل. لا انا اعيش على المحافل. يعني انت الان بهذه رزقك خلينا نقول وعملك هو المحافل. المحافل اللي هي نقول الحنات. حنات هواي هواي هنا محافل اهل البيت انه هواي. تمام. المهم فصديقي يعني هو صديق وياي انا ما اريد اذكر اسمه. فدائما يعني يقول له هاي فلان كلام هاي هيك هاي هيك هاي هيك شيء يعني يعجب. دخل بدنا انا سمعت الكلام هواي يعني سمعنا انا شلون اقراها حتى اللحن انا ما قاري نفس الاغنيه. بنفس الوقت يعني ما توقعتني انه راح تنتشر هيك انتشار. انتشر المقطع ورا ما انتشر اول يعني ما يعني انت اصلا مسامع الاغنيه؟ لا يعني انا الاغنيه مو مسامعها انا سمعتها من خلال صديقي. تمام بس قلت لك انا من قريتها يعني بالحنه ما صديقي. تمام التصوير ما اعرف ما ادري به يعني هو صديقي اللي صوره. مقطع فيديو هو فيديو نزل الفيديو انتشر الفيديو كلش وايد انتشر. تمام اذا يعني هذه الحفل كنت انت قاربي هذا اي قاربي هذا الكلام ما صديق كلام اللي هو كلام اغنيه طبعا.